السلام عليكم خويا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله، مساء الخير. مساء النور، الله يحفظك، مرحبا بك، راك على المباشر في المغاربية، تفضل خويا العزيز. أنا على المباشر. راك اون ديريكت اخويا الكريم. فيما يخص واش راه صرا واش راك مريته وكذا، راه دخل واحد الاخ البريمي اللي هضر، الله اعلم قال لك يعني هادو سيدي ماروكان، هادو مغاربيه اللي كانوا داخل لاجونس مونج دي زالجيريان، وجاو اكسبري تما يعني باش يديروا نوع من الفوضى. وحنا نعرفوا نظام المخزن مؤخرا في لاجونس، تهضر انت عليك في لاجونس كي ضربوهم بالكريموجين. نعم داكور، باسكو ما كانش اون بروب لي سيدي زالجيريان هادو، ما كانش اللي يتكلم فيهم، تسمع اللونجاج هكذا برا، قال لك لا ماجوريتي اللي كانوا تم سيدي ماروكان. المروك على بالك العلاقه الاخيره مع الموساد، ونعرفوا الموساد اللوبي اللي حاكم لو موند اونتي، راك تعرف باللي يكون يعني يكون الامر مو ساهل، سيرتو لا بروباغوند، يحاولوا كيفاش يزخموا، كيفاش يبوسيو يعني الجبهه الداخليه، كيفاش يشعلوها، واحد يكون عاقل. احنا كريمو، احنا دي زرجينا عايشين في الكالفير، اسمح لي. الله غير الوقت برك اخويا، والله هاوت سينياليك الوقت بصح. نذكرك برك باللي كيما يقولوا ديبوتي البرلماني اللي مكلف بالجاليه الجزائريه في الخارج راك معايا، دار فيديو بوست وقال باللي الله غالب يعني وقع احتكاك بين جزائريين، ما جبتش قضيه المغاربه والمخزن واليهود وما نعرفش ايه، قال باللي الله غالب في لاجونس وقع احتكاك وكانوا ناس منرفيين وقع شويه هضره، تعرف احنا كي نهضروا فوالا، هو اللي قال هك تما، هو اللي كان حاضر، ما جبتش خلاه باللي مؤامره ماسونيه سيونيست ولا الله اعلم منين. المهم هو انا نهضر لك واش قال، ان شاء الله غدوه نحاول نجيب لك الفيديو باش نحيي لك الشكوك، ما حبيتش نيطالي في هذا السوجي لانه ماهوش موضوعي، انا حبيت جوست نهضرها كمعلومه بركه. فوالا جو لي با ديتاي، نزيدوا مكالمه سيدي وشكرا لك يا خويا، ربي يحفظك. السلام عليكم يا اخي الكريم. سلام خويا لاباس. الله يحفظك، مرحبا بك، راك على المباشر، تفضل. يا ودي نصبر خوتك، انا بغيت ربي يقلع لنا ذاك خوت، تبي تاخو حاجتك الشياتين حتى ودي بلا فايده، احنا عشنا في المغاربيه. لا ما نسي، الله يحفظكم ان شاء الله ودي ان شاء الله. الله يحفظك، تفضل. وعلى ودي لاباس. لاباس، ربي يحفظك الحاج، تفضل راك على المباشر باش ما ناكلكش وقتك. رد على السيد هذا اللي قال لك المرة في المرة، قولوا بكري يقول لك ديرها لزيبه وحصلوا في الزيت. الزيت هي الزيبه، قولوا انتم مرة قولوا شهاده تاع زور، حرام عليكم اليوم الجمعه تشبيه شهاده تاع زور، حرام عليكم. لازم بكري يقول لك قمح بلادنا ياكلوا اولادنا، وهذا ولدي وسيرتو ذاك الخضر هذاك يقول لك هذه قبائل ودينا العماني، قولوا المره التاليه في القبائل يا الخضر، المره التاليه في القبائل الصبات تاعها خيمنك وخيم النظام تاعك. الله يحفظك، شكرا لك، شكرا لك يا خويا. علاه يا خوتي، علاه ما نقدروش نتحاوروا بافكارنا بلا ما نردوا ما نعرفش رجلها خير منك وراك شيات، علاه علاه نزن، علاه ما نقدروش نتحاوروا بافكار. قال واش الاخ اللي قال المغاربه، لا راك غلط باسكو كذا، الاخ الاخضر قال بعض النقاط وشفتوا باللي راهو غلط فيهم لانه قال كذا وكذا، علاه القبيليه خير منك وما فهمتوا خاد يفو عمبالي. في الجزائر ما تربيناش على هاد الحصص التفاعليه والنقاش، الله غالب سلطتنا كيما حياتنا كامله مربيتنا على قناه واحده وحزب واحد، واللي يهدر خارج يعتبر خائن، يعتبر جاسوس، يعتبر حركي، يعتبر ولد فرنسا، يعتبر كذا، فما تربيناش على النقاش، يفوق نرتقي وخاطر، والله يحفظكم وشكرا لكم. حنروحوا لنقطة أخرى يا خالتي، شوفوا يا أخي قلنا احنا مواطنين نشوفوا العوج برك اللي في الجزائر، ونقولوا هل هذه منطقية ولا لا؟ حكموا واحد يا خالتي في عنابة حراكي، يا خويا متفاهم معاه ولا مش متفاهم معاه ماشي مشكل، المهم حكمته الشرطة وعاقبوه، وهذا السيد حكموا عليه اليوم 6 أشهر. داكور سي لوجيك، حتى لهنا سي لوجيك، حكموا عليه حراكي، معاه ماشي مشكل، المشكلة أنه هذا السيد يا خاوتي عنده مدة الله يرحمه من اللي توفى، صدق أو لا تصدق. خويا المخرج أعطيني الصورة تاعو من فضلك، هذه صرات في عنابة يا خاوتي من عجائب الدنيا، تتم محاكمة ناشط حراكي متوفي رحمه الله عمي الديب محمد الذي وافته المنية منذ فترة، حيث صدر اليوم حكم 6 أشهر حبس غير نافذة، صدق أو لا تصدق. سبحان الله، في قبره، في قبره مازالوا يتالبوا فيه، في قبره الله يرحمه، في قبره يا خاوتي، صدق أو لا تصدق، عند ربي سبحانه وعند رحمته أرحم الراحمين، ومازالوا يتالبوا فيه، لا يا ربي حنا عطيناه 6 أشهر حبس غير نافذ، وين يعقبها يا خاوتي؟ هل هذه تدار في منظومة يعني تاع وزارة العدل اللي محترمة ما عملهمش باللي السيد هذا توفى؟ صافي فوضى عارمة، فوضى مكان مهم، هذوما كاتبينهم برك في ورقه، مكان لا ملف لا تحقيق،
كون داروا تحقيق راهو لقاو باللي السيد مات وخرجوه من الله، ما كانش تحقيق، كان غير ليستا مكتوبة بالورق قالوا اسمع هادو معقبهم اعطيهم 6 اشهر، السلام عليكم فلان وفلان 6 اشهر، ما داروش حتى تحقيق يا خي. احنا اليوم يدخل سيد كيما هذا يا خاطي الله يرحمه ويوسع عليه ويمدوا له 6 اشهر وهو متوفي، يعني وش حاب اكثر منك؟ السور المغاربة السور داروها معهم مع الصهاينة والمخزن داروها بالدمة، وش داروا مثلا؟ قدبوا على الجوج، يعني إذا بهيم الجوج كيما مع كل احتراماتنا للمخلوقات الله ما يتأكدش، ولا حنا برك نحبوا نلقاو أسباب. الله يهدينا خاتي ونعتذر على كل مصطلح يخرج على الطريق، العبد ساعات يطرطق من راسه. نعتذر على كل مصطلح يخرج على الطريق، العبد ساعات يطرطق من راسه. السلام عليكم خويا العزيز. سلام خويا رفيق، السلام عليكم حياك الله. اهلا خويا، واش راكش فيا لاباس؟ خوك عبد الناصر من البليده. ايوا سي عبد الناصر، اهلا وسهلا، مرحبا بك. امسيه سعيده ان شاء الله، وحيا الله الاحرار داخل وخارج البلاد. هادو الناس مجانين يا خويا على لطفي. وفيما يخص الفيري هذاك الجيري فيري، هذاك الانسان اللي قال لك يا ودي المخزن ومغاربه، هذاك الانسان اللي ظل يبدل في اسمه اللي اتصل بك الاول، هذاك انا شوف حنا كنا نتبعوا في الحق تاعك. لا معليش، حنا باش نوضحوا للناس بالصوت نفهموهم شكون هما. نعرفوهم اكثر تحت غير شويه مطر في قسنطينه ولا في بجايه، شوف الناس حتى ولات نعمه عربي ولينا نخافوا. شوف وين وصلونا كيما قال لك خونا هذا من العاصمه، شوف وين وصلونا يا صاحبي، وين وصلونا، والله راح البلاد. حنا نطلبوا منكم انتم يا الجاليه في الخارج يا القاريه اللي عندكم الحريات في الداخل، انتوما قوموا بها، احنا رانا محاصرين، احنا رانا طالقين للجنود، رانا طالقين للسيفير، رانا طالقين. شوف جميع اللي يتحرك يدي واحد. شكرا لك، الله يا خويا ما شاء الله عليك. السلام عليكم اخي الكريم. وعليكم السلام. الو، اهلا وسهلا ومرحبا بك. سعيد من تيزاني. اهلا سي سعيد، مرحبا بك، تفضل. دخل روحي تسال هذا اللي يقول لك صاحب المخزن المروك. ايوه شفت. انا لو كان يبدل الراي يفتحوا كاع لي فونتير ما كانش يهضر معاهم، والثانيه البلاد يروحوا فيها منها بجن النساء واش بقى لها؟ شفت. الو أيوة. لي بجن النساء دون كل لي سبيسياليتي واحد في الدار تاعو على كاع فارغين. شكرا ليك عم سعيد. السلام عليكم. السلام عليكم خويا لطفي. الحمد لله. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان من فرنسا. سير رمضان، أهلا وسهلا. شكون خاوتنا؟ شكون اللي مد البور تاع الجزائر، البور دالجي للإمارات، والبور تاع جيجل للإمارات، وداخل الإمارات الشركة مع العسكر ديالنا مع مرسيدس؟ حنا ما نجموش نيغوسيو مع الألمان باش نجيبوا الإمارات يدخل في العش تاع العسكر ديالنا؟ شكون اللي باع البلاد؟ العسكر ديال الجنرالات ولا الحراكيين؟ هذا ما كان. والسلام عليكم. ربي يحفظك يا خويا العزيز، سؤال خفيف ظريف بس عنده معنى كبير. اون توكا يا خالتي اون فا كالمي لو جو، عمل الدعوه بدات تسخن لانه الناس تغلي، الناس تشارك سكي بيان. نشكر الناس كل انها تتفاعل مع الحصه وتمد رايها، وبارك الله فيك بادب واحترام سكي تري امبورطون. ندخلوا دركا في موضوع اللي يهمنا احنا اليوم. تبون راح جوستومون بلوتو اليوم مروح، يعني راح هاد اليومين لايطاليا، شفنا استقبال، شوفوا يعني في لي زارتيكل اللي خرجوا، فوالا خرجوا بلان دارتيكل وصحافه بزاف، يعني تبون كونتيستي كذا بعد زيارته الى ايطاليا. هذا الاول ارتيكل سيسيليا تانا كتبت عليه، ايطاليا الجزائر تبون كونتيستي، كيف تبون كونتيستي يعني فوالا. زيد هذا واحد اخر تانا تبون كونتيستي، تبون كيف هاي الجزائر تبون، هذا كل يا خاوتي يعني، والعديد منهم راهو موجود. كيفاه تبون كونتيستي؟ قال لك باللي تبون معارضه شديد صرات التبون. او خير ان شاء الله، كيفاه يعارضوا؟ نعم في زياره كيما هذه كان من المفروض انه الناس اللي حبوا تبون واللي مساندين تبون يخرجوا بالورد ويستقبلوا تبون ويهضروا مع تبون ويصرفوا عليه، راهو جاي تبون وكذا. يا
il y avait pas ni la foule ni la présence هذه كانت مجموعه تاع ناس اخرين كانوا مجموعه تاع ناس اخرين لي فيديو اللي نشروهم يا خوتي لانهم داروا لايف وناس الكل تبعت ومام الصحافه الايطاليه تبعت بداوا بهذا الوقفه يا خوتي والله اعلم كانوا وين قصر الحكومه الله اعلم او ديبي على كل حال دوك يجي معنا ان شاء الله اللي دار الوقفه باذن الله نحاولوا نتصلوا به ونشوفوا هل هو مغربي ولا هل هو جزائري كما يقولوا الاخوه ولكن هاي كيفاه بدا تفضل خويا المخرج جابوا المزور جابوا العسكر ما كاش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية جابوا المزور جابوا العسكر ما كاش الشرعية والشعب تحرر هو اللي قرر دولة مدنية جابوا المزور جابوا شفتوا لا بوليس والامن جاو يجري وراه وحكموا طيحوه في الارض مش خطا قال تربون مزور لا لا ديك اقول على روحك ما عندهمش مشكل فيها المشكل فيها انه هذا السيد هز العظام والطماطم وضرب الكورتاج بريزيدونسيال يا كما يقول مصري يا خرب بيتك تضرب كورتاج بريزيدونسيال لانه الامن لما يشوفك يا خاوتي ويشوفك هاز حاجه في يدك هو ما يقدرش يميز اسكو هاز بطاطا طماطم عظام ولا جرناد راح تفلق الكورتاج قادر يتيري عليك يقتلك راك في عمل خطير جدا فانجون دي دار شي كيما كان مضحي بحياته يا خاوتي راك مريسكي في ظرف عالمي فيه الاقتلات وكلش تجي انت ودير عمل كيما هذا عمل طبعا الصحافه الفاسولينيه هذا الشيء اللي ضرب العظام الله اعلم راهو معانا على المباشر حنشوفوا اذا هو مغربي ولا مش ولا جزائري ولا ها ونتحاوروا معاه ونشوفوا يا خويا لي موتيفاسيون وشي الشيء اللي دفعوا كيفاه جاتوا الفكره كيفاه ما خافش كيفاه مع اصحابه تنظموا كيفاه وصلوا يديروا هذاك الشيء خويا توفيق اسكو راك معايا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله خويا لطفي اهلا خويا توفيق صح على سلامتك الحمد لله لاباس يعيشك خويا والله الحمد لله درتو حاله يا خويا توفيق فهمنا بركه توفيق فهمنا كيفاه صارت هذه المغامره يا ولدي واش نقول لك جماعه الاحرار هذو اللي راهم في الجاليه جاتنا المعلومه هذه بنهار اثنين ولا ثلاث باللي راهو جاي تاكد لنا باللي راهو جاي دونك ما كفاناش الوقت والحرم ما قدروش يجيو وما لقيناش واحد خدام رحنا شفنا ليبي لقيناهم يضربوا للراس ولينا جينا بالطوموبيلات واحد عقب 20 ساعه غير هذا باش يجي برك مازال يزيد يرجع 20 ساعه واحد اخر 18 كل واحد كيفاه انت ضربت صح بالطماطم وبالعظام بالبيض ضربت صح 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 ضربتنا ضربت بالطماطم والبيض صح العظام ما خفتش يا خويا توفيق يتيريو عليك ولا خارج شوف اخويا والله نقول لك ما عليش يتيريو عليا انا على خاوتي اللي راهم في الحبس في الجزائر واش درنا كامل هنا ما نلحقوش 10 ولا 5% واش دارو خاوتنا وخواتنا اثنين في الجزائر بصح باش توفيق خويا في المركز في المركز تاع نعم في المركز تاع الشرطه يعني كيفاه كانت المعامله ضربوكم سبوكم واش قالوا لكم يعني واش صار شوف كي جاو صدموا عليا تما هاكم عقلاش طلع فيديو حكموني وداروا لي في اللاص باش ما تحركش باش ما خايفين سلاح ولا خايفين كاش ما كان صح حاجة. كي جابوا بلي ما كان والو جاو داونا وصلونا المركز كانوا الحمد لله ما درنا ني مينوت ني والو قالوا لنا قعدوا هزوا كوا لي كارت ديدونتيتي تاعنا وقعدوا يحقوا معنا من بعد داونا المركز سنترال داروا لنا البصمات تاعنا وصورونا وبعد حاجه اللي نديمونديوها لهم ولا يعطيوها لنا ولا يقولوا لنا ما كاش مشكل وصلوا كانوا فريمون كيما يقول لك واحد بروفيسيونال داروا خدمتهم بكل احترام هذه هي الدوله المدنيه ودوله القانون اللي نحوسوا عليها هذه الجزائر ضحاوا عليها جدودنا ضحاوا عليها والدينا ومازال راهم يضحيوا جاوا هذه الطغمه العسكريه وجا تبون هذا حاب يدي كلش داو ثروات البلاد داو خزينة البلاد البوليس تخدم ليهم البياري تخدم ليهم الدرك يخدم ليهم عبلة تخدم ليهم القنوات الزيغو حاشاكم تخدم ليهم واش يبقى الوسم العدالة تخدم واش يبقى يخدم الشعب قلبك معمر اخويا توفيق لازم نعرضوك ندير حصة ان شاء الله
المهم سلمنا اصحابك وكل سلمنا عليهم الكل يا خويا، الله يحفظهم ان شاء الله، ربي يسترهم. وتحياتنا سورتو لي دي بلاصه قلت تقريبا 20 ساعه، ربي يكون معاكم اخويا وبارك الله فيكم. شكرا كي تقبلتوا الضيافه، الله يحفظك خويا. كان معانا في الطوموبيل زوج مراض، وسمحوا في ولادهم وسمحوا في كل شيء، وجاو مراض باش يوقفوا الوقفه هذه. قول لخاوتنا اللي راهم يسمعوا فينا في الجزائر وخواتاتنا يوصلوا الخبر اللي راهم معتقلين الراي باللي الجاليه فيها حرار وما راحش يطلقوكم حتى نحروا.